الجهة اليمين، ملعوبة طويلة إلى الأمام، الكرة طولية، أحمد خليل يعمل تحضير ممتازة للأهلي، يأتي الرد بقوة، يستخدم القوة، إسماعيل الحمادي ينفجر قوة في مرمى الأهلي، يسجل الأهلي، إسماعيل الحمادي يعادل الآن، والمباراة تعود مرة أخرى بنتيجة التعادل، الفرسان عبر فارسهم إسماعيل الحمادي يتمكن من التعادل، دخل إلى منطقة الجزاء بالقوة.